أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس وهذه عناوينها: الكشف عن مستودع معد لتخزين المواد الكيماوية الخطرة، فتح تحقيق إثر غرق مركب هجرة غير نظامية، ومنتخب الكبريات للكرة الطائرة يغيب عن كأس أفريقيا للأمم. دهمت وحدات تابعة لإقليم الحرس التونسي في محافظة أريانا مستودعا معد لتخزين المواد الكيماوية الخطرة تستعمل في صناعة المتفجرات داخل حي سكني بالجهة، وأذنت النيابة العمومية بحد المواد المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحب المحل. تمكنت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمنزل تميم من تفكيك شبكة تنشط في الإفجار بالبشر تضم 3 أشخاص من تونس وسوريا والجزائر، حيث تم حجز مبلغ مالي لدى الموقوفين وأذنت النيابة باعتقالهم وفق ما أفاد به الإعلام المحلي. أذنت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري في قابس بفتح تحقيق إثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة شواطئ المدينة يوم 12 من الشهر الجاري، أدى إلى غرق قرابة 20 مجتازا تونسيا. تمكنت فرق الإطفاء بدائرة الغابات بالقصرين من السيطرة على حريق أتى على هكتار من نبتة الحلفاء بضيعة فايزة التابعة للمركب الفلاحي الخضراء الكائن بعمادة قرعة العطش من معتمدية صبيطلة وإخماده بالكامل بعد أن سخرت 3 شاحنات إطفاء. أكد رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة عدم مشاركة المنتخب الوطني التونسي للكبريات في كأس أفريقيا للأمم المقررة بالكاميرون من 14 إلى 25 من الشهر الجاري، وذلك بعد اكتشاف حالات إصابة بفيروس كوفيد-19 بين اللاعبات، وذلك وفق ما أفاد به تصريح للوكالة الرسمية. دعا اتحاد عمال تونس إلى إحداث صندوق التعويض للنساء ضحايا العنف وضمان تمويله ومراجعة قانون الإعانة العدلية لعام 2002، مؤكدا ضرورة تفعيل القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من خلال إصدار النصوص المتعلقة بالقانون الأساسي. نهاية هذه النشرة، في أمان الله.